والآن مشاهدينا إلى زميلة هاجر ومزيد من الأخبار. بلشت الأمطار ولبسنا شتوية يا هاجر. ننتظر خبرك المبهج اليوم. شكرا لك. أهلا وسهلا. أهلا بكم مشاهدينا. بعد انتخابها نائبة لرئيس الولايات المتحدة الجديد، قفزت مبيعات الكتب التي ألفتها كامالا هاريس والتي تدور حولها، حيث أن 4 من أكثر 10 كتب مبيعا على موقع أمازون أصبحت إما من تأليف كامالا أو عنها. وتشمل الكتب كتابا ألفته للأطفال ويحمل عنوان أبطال خارقون في كل مكان، ومذكراتها باسم الحقائق التي نحتفظ بها رحلة أمريكية، وكتابا للأطفال من تأليف ابنة أختها مينا هاريس بعنوان فكرة كامالا ومايا الكبيرة. في تجربة غير مسبوقة يستعد دوك إمهوف تولي دور السيدة الثاني في الولايات المتحدة بعد أن أصبحت زوجتها السناتورة كامالا هاريس أول امرأة تم انتخابها لمنصب نائب الرئيس. كما سيصبح إمهوف الذي يعمل كمحام أول شخصية من أصول يهودية بين أفراد أسرة رئيس أو نائب رئيس الولايات المتحدة. ويختص إمهوف في قضايا الإعلام والرياضة والترفيه، ومارس خلال الأشهر الأخيرة أنشطة مكثفة في مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف لذلك خلال حملة زوجته الانتخابية بأنه سلاح سري داخلها. أعلنت شركة BMW عن أول نظام قيادة كهربائي لبدلة مجنحة تصل سرعتها إلى 300 كيلومتر في الساعة. وتعاونت الشركة الألمانية مع رياضي القفز المظلية النمساوي المحترف بيتر سالزمان لابتكار البدلة المجنحة مع محرك كهربائي يزيد من سرعة ووقت الطيران. وفي الرحلة الأولى قفز المحترف سالزمان في الهواء على ارتفاع 10,000 قدم فوق سلسلة جبال الألب. ويذكر أن فكرة البدلة المجنحة الكهربائية جاءت إلى سالزمان في عام 2017، وبدأت كرسومات تخطيطية تحولت بعد ذلك إلى نماذج رقمية ثم إلى النموذج الأول. في إنجاز تاريخي آخر ومشروع مستقبلي واعد، أكملت شركة فيرجن هايبرلوب بمدينة لاس فيغاس أول رحلة ركاب في العالم لكبسولة تسير داخل أنبوب مفرغ معلق بواسطة أنظمة مغناطيسية في اختبار أمان رئيسي للتكنولوجيا التي تأمل الشركة أن تحدث تغييراً في مجال نقل البشر والبضائع. ويسمح نظام هايبرلوب الذي يستخدم الارتفاع المغناطيسي بالسفر شبه الصامت، وبالتالي من المتوقع أن تستغرق الرحلة بين نيويورك وواشنطن 30 دقيقة فقط. بذلك سيكون هذا النظام أسرع بمرتين من رحلات الطيران التجارية وأسرع 4 مرات من القطارات فائقة السرعة. نهاية الفقرة مشاهدينا، وعودة إلى يعطيك العافية.